هنشوف دلوقتي واحنا بنتكلم على الاسلام وبتسمع حاجات كتيره قوي وخلاف بقى ويدخلك في مسائل فقهيه وحاجات احنا مش عاوزين كل ده، لكن ازاي تشوف سوره كتاب بالمعنى ده اهو عذاب القبر الاطفال. انا مش فاهم ده، يعني هو مقصود انه الطفل لما يتوفى يعني يبقى فيه عذاب قبر؟ انا مش عايز اخش في حاجات فقهيه واحنا برنامج اجتماعي، ولكن كل هذه الافكار اللي بتهدنا او بتنال مننا ابدا مش هتنال ولا تدنا. مصر بلد الحضارة، بلد الإسلام الحق البسيط المعتدل الابتسامة السلام، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأوصيكم بالنساء، ده آخر وصية للرسول صلى الله عليه وسلم. نبدأ بقى فقراتنا ونتكلم، وشفنا حاجات فيها قلة ذوق بس مش مصر.